لا تسقني كأس الحياة بذلة. لسان حال المواطن جراء ارتفاع أسعار العسل اليمني الذي يقبل عليه المواطنون للعلاج لا الغذاء فحسب، حيث بلغ سعر الكيلو جرام الواحد من العسل 20,000 ريال بعد أن كان سعره لا يتجاوز 10,000 ريال قبل 4 أعوام. ارتفاع العسل أحيانا سدر بلغ سعره الآن من 15,000 إلى ما قارب 20,000 22,000، كذلك العسل السمر أصبح سعره من 4,000 إلى ما قارب 8,000 ريال الكيلو الواحد. وفي الوقت الذي يقع فيه البائع والمشتري ضحايا ظاهرة الغش التي تستشري في تجارة العسل، إلا أن الثقة بينهم هي الحل الوحيد لمعرفة إذا كان العسل طبيعيا أو مغشوشا، فيما تقف الظروف السيئة التي تعيشها البلد حائلا دون شرائه للقسم الآخر من الناس. أو كيف يعرف أنه عسل بلدي أو مش بلدي؟ تعتمد على الثقة، ثقة المشتري وأمانة من البياع المشتري، لأنه صراحة أصبح الغش وارد عندنا وخاصة في اليمن بالنسبة لخلط العسل اليمني. هو يرجع إلى أمانة صاحب المحل والعاملين عليه، فما نعرف أن العسل جيد إلا إذا وثقنا في الشخص الذي يعطينا العسل. إذا كان نحن عنده زبائن من أول، فهو بيقول لنا هذا عسل جيد وعسل طيب وعسل ممتاز. وفيه شفاء للناس، آية كريمة تؤكد أن للعسل فوائد علاجية من الأمراض، ويلجأ إليه الناس في فصل الشتاء لعلاج الإنفلونزا والتحسس والتهابات الجهاز التنفسي. ويرى اقتصاديون أن العسل اليمني بحاجة إلى مزيد من الدعم والاهتمام لجعل المنتج عاملا رئيسيا لتوفير العديد من فرص العمل وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. العسل مفيد لكل الأمراض، بقول الله عز وجل في شفاء للناس، فالعسل يتركز على تقوية الجهاز المناعة، لذلك بيشفي كل شيء بإذن الله. القاعدة العلمية تقتضي أن يتناول الفرد خلال العام ما معدله 7 كيلوغرامات من العسل، وهو ما نحن بعيدين كل البعد عنه إذا ما قارنا مجتمعنا بالمجتمعات الأوروبية التي تعتبره جزءا من غذائها اليومي. سامي الحجري، اليمن اليوم. الآن إلى نشرة المالي.